حذف جزء من الرسم. نحتاج في بعض الأحيان إلى حذف جزء من الرسم، ولتنفيذ ذلك نتبع التالي: أولاً، نحدد الجزء المراد حذفه باستخدام أداة التحديد المناسبة، فنضغط على السهم الموجود أسفل أداة التحديد ونختار تحديد شكل حر، ثم نقوم بتحديد الجزء المراد حذفه. ثانياً، نضغط مفتاح ديليت من لوحة المفاتيح كما في الشكل التالي. فنلاحظ اختفاء الجزء المحدد من الرسم كما هو موجود في الرسم أمامنا.